صباح الخير، جيسبيغ كو فوز الي بيان. شحال دابا الساعة 9 ديال الصباح، مي بون انايا جيت بكري غير مع لومبوتياج باش يطلع. وصلت دابا لهاد البلاصة الزوينة بزاف اللي غنوريكم. غيستي افيك ما فريمون كنخرج انا الصباح بكري باش نفطر فشي بليصه هكا اون فاس البحر لي تكون تري تري كالم. جي مون بتي ليفغ افيك موا. ها هو هاد لي ليفغ هذا جو دي اون فان ستوب ا لا بريسيون. واحد لي ليفغ لي زوين بزاف بزاف بزاف، سورتو كأنا غيسامون وليت كنحس بزاف ديال الضغط وستريس عليا في حياتي، و كنظن بزاف ديال الناس ولاو كيحسوا بلا بريسيون في حياتهم اون كوبل في لو ترافاي او سان دو لا فامي. بحال ولينا كنجريو بزاف في هذا الوقت هذا. دونك هذا الكتيب هذا مني قرات عليه فيه 5 كتاب باش تحاول تخلص من ستريس في حياتك وتقتنع بانه ما كاينش مشكل الا ما كنتيش بارفي، ما كنتيش واو، عادي تاكسبت راسك. لكم انا منين كندوز كندوز من الزناقي ديال المدينه القديمه ديال طنجه، مانيفيك. ملي غندورو على هاد الزنيقة كاين الكافي اللي كيعجبني بزاف، الناس ديال طنجة غيكونو كيعرفوه سون دوت، سميتو او تخوا بوغت. دونك فويون فواغ لي زوغيغ، كيحل حتى العشرة ونص، ماشي مشكل غنمشيو شي بليصة أخرى. هادي هي او تخوا بوغت، فيها واحد المناظر لداخل زوين بزاف. فوالا فوالا تبارك الله، هاد الدروج هادو كيبغيو فريمون لونترينمون، مي سافو الكو والله. الدنيا زوينه بزاف، يستاهل يستاهل هاد، تستاهل هاد التماره، هاد الخريجه هادي وهاد المنظر زوين بحال هكا الصباح بكري. جادوغ لا مارش، انا كتعجبني نتمشى فهاد. فوالا سمحوا لي بزاف، ما كنفيلميش فريمون فريمون كوم اون بروفيسيونيل، ولكن الناس اللي ساكنين في طنجه يجيو شي صباح والله يتمشاو بحال هكا ويجيو يفطروا في شي بليصه. يا اما هاد الغيستو اللي غنمشي ليه، هذا غيستو كافي ازور، جو سي با واش كيبان. ها هو غيستو كافي ازور، في واحد المنظر زوين بزاف بزاف. غنخلي لكم التصويره ديال الطابلة مع المنظر مع كل شيء، وعاد لو شارم ديال هاد الديور ديال المدينه القديمه زوينين بزاف تبارك الله. محبقات الدنيا زوينه ونقيقيه. فوالا راه او تخوا بورت، خلينا ها تما تبارك الله ما شاء الله. دونك نشوفوا هادو واش حالين اولا حتى هما باقيين ناعسين. دروج دروج الدروج سون زاري تبارك الله في مدينه قديمه الدروج. داكوغ دونك كيحلو مع 8 ونص ديال الصباح، سوف لو لندي ما كيخدموش لو لندي، ندقو عليهم. شوفوا الباب وشوفوا اللور كاين البحر. شتي دابا فاش كتجلس لداخل في هذا الكافي المنظر كيكون على البحر ديريكت، الطابله كتكون كتشوف في البحر. بونجور غنمشيو لواحد البليصه اخرى حتى هي زوينه. باش زوينه طنجه تبارك الله، فيها بزاف ديال البلايص اللي تقدر تمشي لهم اللي تقدر تشوفهم، سورتو لي ريستو ولي كافي اللي تقدر تجلس فيهم. هاد الكتيب هذا ديال جودي اون فان ستوب على بريسيون، صراحة الواحد سي فغي يقرا كتيبات وي ياخذ منهم افكار وياخذ منهم معلومات، ولكن الى لقى كومون سو فيغ بليزير اي حاجه اللي غادي تقدر مثلا تفرحو اولا تخرج ليها ان تو بتي بو دو ستريس اللي كيعيش دون لا في كوتيديان غير يديرها. لا مارش زوينه بزاف، حنا كنعكزو
انا باغ اكزومبل البارح ولدي تقريبا نعس مع جوج ديال الصباح فوالا باسكو نعس في العشيه بزاف. ملي جا الليل تبارك الله السيد فاق ما بقاش بغى ينعس، دونك نعس مع جوج ديال الصباح. وانا ديجا دايره بروغرام ديالي انني غادي نفيق مع 6 ديال الصباح، عندي بزاف ما يدار قبل ما نخرج، دونك كنبغي نسالي شغلي عاد نخرج باش ملي نرجع للدار ان شاء الله تكون هي هذيك. دونك مني شفتو نعس حتى لجوج ديال الصباح قلت مع راسي غنانولي بلا ما نمشي. ولكن صراحه الانسان ملي كي واعد راسو انه يدير شي حاجه خصو يديرها احتراما لنفسه، باسكو وعدتي نفسك انك غدا tu vas te faire plaisir tu vas sortir tu vas prendre un petit café برا غادي تخرج غدير لا مارش، دونك ما تغلطش في حق نفسك، نفسك عندك عليها حق، دير داكشي اللي وعدتي راسك انك ديرو. سي فري ما شبعتش نعاس، ولكن الفرحه اللي انا حاسه بها دابا وخارجه وكنتمشى وكنتساره كندير لراسي خاطرو صراحه احسن من النعاس. نكملوا هاد البلاصه لقيتها عام بالقطيطات دونك غادي نمشي ان شاء الله لهاد الغيستو جيسبيغ نلقاه حال ماكوندو ريستورانت. هاد الغيستو كنت مشيت ليه ديجا ما تغديت فيه ما عمري فطرت فيه، جيسبيغ يكونوا كيديروا المنيو ديال الفطور سينو تاهو زويون بزاف. انا قلت لكم باش كتعجبني طنجة تبارك الله، عطا الله ما تشوف، عطا الله فين تخرج، عطا الله فين تمشي. انا ماشي طنجاوية ولكن عايشة في طنجة. هاد الكافي هذا جا حدا متحف القصبة، بالنسبة للناس اللي كيعرفوا متحف القصبة هاو مكتوبة ميزي دو لا كاسبا اسباس دو لاغ كونتومبورين، جا هنايا جا حدا هاد البلاصة هادي. هاد البلايص كلهم معروفين، كاين هاد صالون بلو تا هو زوين، إلا لقيت هداك ساد غنجي لهاد دونك غنمشيو لماكوندو ريستورانت. هاد ماكوندو تحت منو كاين واحد لاسباس زوين جوبونس غيكونو باقي محلوش، ولكن كيديروا فيه فوالا ساد هاد الباب الزرق وهاد الشريجمات اللي في الزرق. جوبونس كيحلو معاش معايش كيحلو، ولكن اش كيديروا كيديروا واحد الفكره زوينه بزاف. راه واحد الصالون داخل طويل وكتدخل وكتجلس وكيضربوا العود، كيبقاو يضربوا العود وكيغنيو واحد الاجواء ديال الطرب زوينه بزاف. جوبونس كتخلص شي حاجه في الدخله مي كتجلس واحد الكليسه زوينه اللي كيديروا فيها موسيقى فريمون زوينه غير بالعود وكيغنيو. ها هو جا حدا عاوتاني، وهذا هو هذا جوبونس الموزي ديال، لا هذا واحد اخر موزي دي كولتور ميديترانيان. جوج المتاحف تبارك الله كاينين هنا واحد حدا الاخر. هذا الديور تبارك الله شحال زوينين، جاو في واحد البلاصه زوينه بزاف. دونك الغيستو اللي انا غادي ليه كاين في هاد التخيله هادي لا هادي يا ربي يكون حال هذا هو الباب ديالو وبان ليا مسدود، غيستوغون ماكوندو وكاو لقيناه مسدود. ها هو كيفاش داير من الداخل، مانيفيك زوين بزاف. وهادي هي الفيو ديالو من السطح، شوف واحد الحومه تري تري كالم زوينه ندقوا عليهم تاهم ما كيحلوش. دابا عاد قريت بان هذا سان غيستو دونك ما غيكونوش كيديروا فيه الفطور في المنيو اصلا، ما لقيتش الفطور شي بلاصه اخرى ما كاينش. دابا هاد الصباح بغينا نخرجوا نفطروا بوزيتيف فايبس برا بوزيتيف بخير، واخا ما لقيتش فين نفطر صراحه غير هاد لا مارش وهاد المنظر ديال البحر والشميشه باقا عاد كتطلع ودوره في المدينه القديمه. صراحه الدنيا زوينه بزاف واخا ما لقيتش فين نفطر كوم جو فو زيدي، ولكن انا دابا جو مدغيس نيو مامز الامهات اللي عاد ولدو وليدات صغار. صراحه الوليدات كياخذوك بزاف لان كتعطيهم كل شيء اللي عندك، ولو كانت تلقى فوق جهدك تعطيه لهم دونك دي فوا الانسان كينسى راسو، لي نوفيل مامون كينساو راسهم وكتبقى حياتك كامله عاطيها غير لوليدك ولا بنيتك ولا على حسب. سرقوا شويه الوقت لراسكم والله، يعني الحاجه الوحيده اللي غتخليك انك تبدا هو انه تدوا اغيتي لي زيكسكوز، مابقاش تقول ولا هو دابا انا عيانه
مش بعدش نعس في الليل فقلي. هذا اي حاجه كيف تفير بليزير دوات لا ما تفكر. عرفتي شنو بيد ما تحل شي قهيوه ولا شي بلاصه نفطر فيها اجي نشوف هذا المنظر. اجي نشوف هذا المنظر. كافي ازور بالي باقي ماشي علوش الضو باقي ناعسين ولكن راه ما يمكنش تسعودونس هذه ما غنفطروش نورمالمون كافي خصو يحل بكري لا مشيشه انا نفيقو الكافي يقول اليوم بغينا نفطرو. بونجور بونجور لو جور مروحه ويلي ويلي يلا هنا ويا ندق عليهم لقيتهم حلوا الباب. الله هذا هو التحت ديال القهيوه القطيطه هي جايه باغا تفطر. بونجور بونجور لو جور هذه موالفه كتدخل هنا شتي كتمسح رجيلاتها صافا. هذا هو التحت وهنا كاينه لاكاس عاوتاني هذا بروميير ايتاج هانت فوالا اسباس فامي زويون هذا تجلس فيه توت اون فامي والفوق هو اللي فيه منظر زوين. هذا هو المنظر اللي كنت كنعاود لكم عليه صراحة زوين بزاف. هذه الطبيلة كتشوف في البحر هاد الشريج المحلول لا الهواء كيدخل زوين وبارد مانيفيك مانيفيك تبارك الله ما شاء الله. طلبت الفطور الفاسي صراحه هاد الكافي كيعجبني بزاف جيت ليه هادي ثاني مره تري تري كال خاوي زوين بيسفول مفيهش الناس بزاف ما معروفش بزاف كيجيو جو بونس كو ما معروفش بزاف كيجيو لي توريست هنايا هما اللي كيجي اكثر حيت المره اللي فاتت فجيت ما لقيتش مغار لقيت دي توريست ولكن سافولكو. هاد الفطور شتو تعطل هاد لو ليفغ لو فو انتيريور هو اللي خلاني صراحة درت هاد الفكرة ديال يوتيوب باسكو كنت في الأول بحالا ترابت somehow بقيت جالسة في الدار لا روتين داكشي اللي كنديرو اليوم كنديرو غدا راكم عارفين لي طاج ديال الدار اللي مكيساليوش الميناج لو بيبي الصخرة كلشي دونك بحالا جو تورني اون غون ما كندير حتى شي حاجة كن يعني داكشي اللي كنديرو اليوم كنديرو غدا. هذاك لو ليفغ ديالو في انتيريور فيه واحد الفكره اللي زوينه بزاف صراحه هي اللي فيقات فيا داك لو فو كي على انتيريور دو موا. الفكره ديال الكتاب كيقول لك كل واحد فينا ملي كيكون صغير ملي كيكون زعما ان انفون كيكون كيتزاد ديجا بعدا في الولاده ديالو في الخلق ديالو كيتزاد بواحد لو فو انتيريور بحال واحد العافيه صغيره كتكون فينا في الداخل هي المحرك ديالنا. هادشي علاش ملي كنكونو صغار وديجا قلتها في واحد لا فيديو عندي في يوتيوب هادشي ملي كنكونو صغار كيبان لينا مكاينش المستحيل بان نقدرو نديرو كلشي غراس ا هذاك لو فو اللي فينا الداخل بحال المحرك ديالنا وكنتمنى حتى حاجه من المستحيله ونقدرو نديرو كلشي ونقدرو نحققو كلشي ابخي مع لي زشيك في الحياه ديك الثقه ديالنا في النفس شويه كتزعزع بحال كنطيحو المره الاولى كنطيحو المره الثانيه كنطيحو دي فوا مع ناس اللي ما كيعرفوش القيمه ديالنا ما كيعرفوش القدر ديالنا دونك دي فوا الحياه كتحطنا في مواقف محبطه صراحه كتشككك في راسك كي توي بور دو فري. وهذا الكتاب هذا مني كيذكر هذاك لو فو انتيريور اللي كنا كنحسو به الشميشه بزاف 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 مني كيذكر داك لو فو انتيريور اللي كان عندنا فاش كنا صغار بحال كيحيي فيك هذاك الشخص اللي انت بدات نسيتي اللي هو انت ملي كنتي بيبي ولا ملي كنتي ان انفون كانوا عندك احلام دي زومبيسيون طموحات كتقول غنوصل لهادي وغنوصل لهادي وغنوصل لهادي
اي ابخي كتلقى راسك بحال عييتي بحال صافي تي بلو دومور وهذا. هذاك الكتاب زوين هو اللي كتبغى نجيبو، ما كتابش جبت معايا هذا حتى هو جو دي اونفان ستوب على بريسيون باسكو حسيت براسي فريمون بريسي سي ديرني جور. واو كنجري وديف لو بروبليم سي كو ما كندير شي حاجه بون جورني، انا مراقبه وليدي مراقبه داري ما كندير حتى شي حاجه فريمون كي دوموند بوكو بوكو ديفور. هادشي راه سا دوموند دي زيفور ولكن هادشي دي فوا كنعطي وقت اكثر من طاقته. يعني كاين شي حويجات اللي الا ما داروش اليوم فيها بس يقدروا يديروا غدا بشويه يعني لا في بال. شي هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا لتحت هادي 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 مع 12 ديال النهار ما كتلقاش فيها بلاصتك باسكو كيديروا الحوت زوين بزاف. هادي البلاصه اللي كنجاو ناكلوا فيها الحوت في طنجه ديما تبارك الله المناظر زوينين بزاف. سربرايز ها هو الفطير مع خبيز مع ان بون جو دورانج بسم الله. الحمد لله الفطور كان زوين بزاف ومني ساليت بقيت كنفكر شنو غادي ندير. قلت غنكمل دويره في المدينه القديمه مي افون غنجلس نقرا لو ليفغ ديالي ومن بعد غنخليكم مع التصاورات. انا راجعه بحال دابا للدار عند وليدي توحشتو بزاف بزاف. اي فوالا دازت جورني زوينه صراحه اون ماتيني بلوتو زوينه بزاف. شوف المدينه القديمه تبارك الله شحال زوينه السقايه هاد الديور تبارك الله زوينين مانيفيك فيهم واحد شو كيديرين واحد الراحه نفسيه كتحس بها فاش كتجي لهنا صراحه ما كاينش بحالها. انا اصلا كيعجبوني الديور القدام ما كيعجبونيش بزاف لي زابارتمون لي عاليين 28 ايطاج وفات ما كاينينش هنا بزاف. هنا جوج لي زيطاج 3 ايطاج مهم 8 دي فوا بلاصونسور مي البلاصه فين كنت عايشه في دبي لي غراتسييل بزاف وانا ما عنديش معاهم. كيعجبني الدار تكون على الارض واطيه بحال السيستيم ديال العروبيه كتكون ما فيهاش الفوق والتحت. وهاد الديور هادو تبارك الله كلهم زوينين ماكسيموم فيهم بروميير ايطاج مريحين الانسان كل ما قرب من الارض كل ما كيرتاح. فوالا هي طنجه شويه فيها العقل دي هادشي علاش انا السفل بدا كيتقاد واحد شي شويه. الحمد لله دوزت صباح زويوين كنتمنى حتى نتوما تكون عجباتكم هاد الخريجه ان شاء الله. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون على المواضيع اللي كنناقش ديما اللي هي كيفاش تنجح في المهنه ديال مضيف الطيران. اه نسيت بدات بالنسبه للناس اللي بروفيسيونيل في كيفيلمي و افيك الماتيريال اي تو انا جو سوي ديبيوتانت مي اون فيت درت هاد لا فيديو ماشي على ود باش نفيلمي بلا كاليتي كيلفو مي درت هاد لا فيديو باش نحفز الناس وسورتو الامهات الجديدات بحالي انهم يتهلاو في راسهم يتهلاو في صحيحتهم باش يقدروا يعطيو لولادهم احسن ما عندهم باش تقدر تعطي الحب وتعطي الحنان وتعطي الاهتمام. هادشي كيتطلب الطاقه والطاقه ديالك خاصها تجدد باش بتهلا. انا وصلت للدار جيسبر كو فوز افي باسي دو بون مومون افيك موا جيسبر كو جو سي با نكون موتيفيتي شي حد
شي شخص انه يحاول يتهلا في راسو كي سموتيف بور بروندغ بيان سوان دو لوي، يدير شي حاجه كي فالو فيغ بليزير، يخرج يدير لا مارش، يتنفس الهواء الزوين على الصباح كي يكون نقي، يمشي ياخد ام تي كافي واخا بوحديتك ماشي مشكل، واخا ما عندك حتى شي واحد، واخا تشوي سال ماشي مشكل. المهم هو انه تجلس مع راسك، تعطي راسك الوقيات، دير الحوايج اللي كيفرحوك. انا على نفسي كيعجبني نمشي الصباح ونتمشى ونشم الهواء فخي، ونبقى نتامل في الطبيعه ديال الله سبحانه وتعالى، ونتامل في الجمال، ونجلس بوحديتي نفكر في حياتي اللي داز واللي جاي وشنو غادي ندير. هادشي صافا في فريمون بليزير. والفيق بكري كيعجبني نفيق بكري، الصباح كيجيني، كل صباح كيجيني واحد الصباح اللي جديد وكله تفاؤل ونهار جديد اللي خصنا نستغلوه. دونك جيسبيغ بيان تكون لا فيديو ديالي موتيفات اون بيرسون بور شانجي سا في. غدا ان شاء الله تفيق الصباح نتايا ودير لا مارش وتاخذ ام تي كافي، تو تو في بليزير، اي بون جورني.